بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمشيئة ربنا هنحل مع بعض المحافظة رقم 10، محافظة الدقهلية، موجودة معانا صفحة 191، كتاب الأضواء، طابعة 2023. يلا بينا على بركة الله. أول سؤال أكمل العبارات الآتية: رقم 1، كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زاد نقط الجسم اللي هيزيد الوزن بتاعه. يبقى أقول له رقم 1 وزن الجسم. يبقى رقم 1 وزن الجسم. رقم 2، الفكرة الأساسية لعامل الترمومتر هو تغيير أو تغير نقط مع تغير درجة الحرارة. إيه اللي هيتغير معايا؟ حجم مين؟ حجم اللي هو السائل. السائل اللي هو إيه اللي أنا حاطه؟ اللي هو الزئبق. يبقى أقول له تغير حجم السائل، أو ممكن أقول له تغير حجم الزئبق. الاتنين صح. رقم 3، غاز ثاني أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، لذلك يستخدم في نقط. يستخدم في إيه؟ أقول له في إطفاء الحرائق. يبقى رقم 3، إطفاء الحرائق. رقم 4، يتكون القفص الصدري من كم زوجة من الضلوع؟ 12 زوجة من الضلوع، اللي هم 24 ضلع، خلي بالنا. يبقى أقول له 12 زوج. السؤال اللي بعد كده، انظر إلى الشكل الذي أمامك ثم أجب. مدينا طبعا هنا الترمومتر الطبي، عرفنا منين؟ عشان هنا التدريج مدرج من 35 إلى كام؟ إلى 42. فبقول لي هنا ما اسم الشكل؟ هقول له مين؟ الترمومتر إيه؟ يبقى رقم ب، رقم 1 الترمومتر الطبي. رقم 2، ضع مكان النقط ما تدل عليه الأرقام على الرسم. رقم ألف، ألف قدامي مشاور على إيه هنا؟ مشاور على مستودع اللي هو الزئبق. يبقى ألف مستودع الزئبق. رقم ب، رقم ب قدامي مشاور على مين؟ على الاختناق. يبقى رقم ب الاختناق، وطبعا ده مهمته بيمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع، وبالتالي نتمكن من القراءة الصحيحة. رقم جيم، جيم مشاور على مين؟ من بره على الأنبوبة اللي هي الزجاجية إيه؟ السميكة. يبقى هنا رقم جيم أقول له الأنبوبة الزجاجية السميكة. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي المناسب. رقم 1، جزيئة تتكون من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتي هيدروجين، يعني هم كلهم على بعضهم 3 ذرات، واحدة أكسجين واثنين هيدروجين، يبقى اسمه جزيء مين؟ جزيء المية. يبقى عندي كده إجابة السؤال الثاني. أول حاجة اللي هو جزيء مين؟ جزيء المية. رقم 1، جزيء الماء. الماء لو احنا فاكرين كان عبارة رمزه H2O، دول عبارة عن ذرتين من هيدروجين، يعني اتنين ذرتين هيدروجين وذرة واحدة منين اللي هي الأو ديت، ذرة مين؟ ذرة أكسجين. يبقى كلهم على بعض كام ذرة؟ 3. رقم 2، استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجي زي ملمس حاجة سخنة كده، ها الاستجابة دي اسمها ايه؟ الفعل المنعكس. يبقى 2، الفعل المنعكس. رقم 3، كوكب وزن الجسم عليه يعادل 6 امثال وزنه على القمر. طبعا بتكلم دلوقتي على مين؟ على كوكب الارض. كوكب الارض. رقم 4، مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى برودة أو سخونة الجسم، طبعا بسمها إيه؟ درجة الحرارة. درجة الحرارة. رقم ب، ماذا يحدث في الحالتين الآتيتين؟ رقم 1، تفاعل النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدوث البرق، ده هيؤدي لمين؟ هيؤدي لتكون مين؟ أكسيد النيتروجين.
يبقى اقول له كده رقم ب، رقم واحد تكون اكاسيد النيتروجين، رقم اتنين امساك قطعة من الثلج باليد. احنا عارفين الحرارة تتنقل من الجسم الاعلى الى الجسم الايه الاقل، يبقى اقول له كده نشعر بالبرودة لانتقال الحرارة من جسم الإنسان اللي هو الأعلى في الحرارة، الأعلى في الحرارة إلى قطعة الثلج اللي هي إيه الأقل في الحرارة. السؤال الثالث، صوب ما تحته خط فيه العبارات الآتية. رقم واحد، عند احتراق قطعة من سلك الحديد المستخدم في تنظيف الأواني فإن كتلتها، يا ترى إيه اللي يحصل لها؟ بيقول لي هنا تبقى كما هي. طبعا الكلام ده غلط، هي المفروض إيه هتزداد. هتزداد ليه؟ عشان تتحد مع غاز مين؟ مع غاز الأكسجين. فرقم واحد، يبقى احنا دلوقتي في السؤال الثالث جابت السؤال الثالث، رقم واحد قلنا ايه اللي يحصل لها؟ هتزداد ليه؟ علشان هتتحد مع مين؟ مع غاز مين؟ مع غاز الاكسجين. رقم اتنين، تعرف اماكن تقابل العظام مع بعضها، يعني عظمة مع عظمة هيدينا ايه؟ هيدينا اللي هو المفصل، انما طبعا غطريف دي غلط، فاقول له المفصل او المفاصل. رقم تلاتة، قوة الجاذبية الأرضية تظل ثابتة بابتعاد الجسم عن مركز الأرض. لا، ده كل ما نبعد عن مركز الأرض اللي يحصل لها هتبدأ تقل معانا، فأقول له إيه؟ تقل. رقم أربعة، أسرع معدن في توصيل الحرارة هو الحديد. طبعا غلط، هنشيل الحديد نكتب مكانه إيه؟ النحاس. رقم ب، ما وظيفة كل من أول حاجة الترمومتر المئوي، خلي بالي مئوي، ترمومتر مئوي، أقول له قياس درجة إيه؟ قياس درجة حرارة السوائل، إنما لو كان بيسألني على الطب كنت قلت له قياس درجة حرارة الإنسان. رقم اتنين، ثاني أكسيد المنجنيز في تحضير الأكسجين بيستخدمه إيه؟ كعامل إيه؟ كعامل مساعد، أقول له عامل مساعد، حيث يعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي دون أن يشترك فيه، يعني الخواص بتاعته مش هتتغير زي ما هو، ويزيد من سرعة انحلال اللي هو مين؟ اللي هو محلول فوق أكسيد الهيدروجين إلى حاجتين، إلى ماء وأكسجين. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد، وزن جسم كتلته 10 كيلو جرام على سطح الأرض يساوي تقريبا كم نيوتن؟ هنا عشان احسب هنا اللي هو الوزن، واحنا عاوزين الوزن ومديني الكتلة، هضرب اللي هو الكتلة اللي هو مداني في كام؟ في 10، يعني 10 في 10، 10 في 10 بكام؟ هيطلع لي 100. يبقى عندي كده السؤال الرابع إجابة السؤال الرابع. قلنا رقم واحد عندنا، رقم واحد يساوي كام؟ 100. جبنا 100 دي ازاي؟ لو قلنا احنا عاوزين دلوقتي ايه؟ وزن الجسم. وزن الجسم عشان احسبه هضرب الكتلة بتاعته، كتلة الجسم اللي هو بالكيلوجرام، هضربها في كام؟ في 10. طب هو مداني بكام اصلا؟ ب10. يبقى 10 في 10 بكام؟ هيطلع لي 100 ايه؟ 100 نيوتن، عشان احنا بنحسب مين؟ بنحسب اللي هو الوزن. رقم اتنين، تصنع يد المكواة من طبعا مادة عازلة، حديد طبعا لأ، الألمونيوم طبعا دي مواد موصلة، بلاستيك طبعا صح، النحاس ما ينفعش معانا عشان مواد موصلة، يبقى الإجابة الصح إيه؟ البلاستيك.
يبقى رقم 2 البلاستيك مادة رديئة توصيل الحرارة. رقم 3 عند وضع شريط من المغنيسيوم في مخبار يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، يتكون على جدار المخبار عنصر طبعا الكربون، أكسجين غلط، كربون طبعا الصح، دي مادة سودة، المغنيسيوم لا، نيتروجين لا، يبقى الصح ايه؟ كربون. يبقى رقم 3 الكربون. رقم 4 مراكز التفكير والتذكر توجد في مخيخ، طبعا غلط، نصفين كرويان صح طبعا، المخيخ طبعا ده مسؤول عن التوازن، نصفين كرويان طبعا ده بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر، النخاع المستطيل طبعا مسؤول عن العمليات اللي هي اللا إرادية زي التنفس، تمام، ضربات القلب، الحبل الشوكي اللي هو الفعل المنعكس، يبقى الصح ايه؟ اليمين، النصفان الكرويان. يبقى رقم 4 النصفان الكرويان. السؤال اللي بعد كده علل، يعطي الزئبق مدى واسعا لقياس درجة الحرارة، ليه؟ هقول له علشان الدرجة بتاعته بتتراوح بين اللي هي سالب 39 إلى 357، يبقى رقم ب 1، هقول له لأن الزئبق يعطي مدى واسع لأنه يبقى سائلا بين درجة حرارة سالب 39 يعني تحت الصفر يعني إلى وكام 357 درجة مئوية أو درجة سيليزية. رقم 2 تضاف الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخبز، طبعا هنا عشان بيتصاعد مين؟ ثاني أكسيد الكربون. يبقى رقم 2 لتصاعد ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التخمر مما يجعل الخبز أكثر مسمية وأجمل طعم. يا رب يكون فهمنا. ما تنسناش من صالح دعواتكم، كان معكم أستاذ طارق، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.